56 صح هيرجع كده عشان يجيب الكلام من بدايته. فاذا لازم يقول فاذا عرفت كده، فاذا عرفت انا هرجع ل 54 ونقرا كده الحديث ما نوصل عند ايه. فاذا ايه اللي حصل؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء. ليه انقلبت كده مره؟ فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفرنا مما تحب وتعافنا بيننا وبين معصيتك، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واهدنا إلى سواء السبيل يا نعم المولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي الذي تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الصوت مظبوط يا شيخ أحمد؟ أهو بحبه جدا. صوت كده سامع أنت؟ سامع كل حاجة. لا، وقفنا عند قول الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه: فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا تبارك وتعالى، يجب لمولانا جل وعز الوجود، الوجود لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى، ودليل حدوثها ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر إلى المخصص. يعني كأنه علل يعني لماذا يجب الوجود لمولانا، لأن أحكام أو أقسام الحكم العقلي ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. ووجود غيره تعالى متوقف على وجوده، على وجود الله. يعني إذن وجود غير الله تعالى ليس وجودا ذاتيا، يعني ليس مستمدا أو ليس يستمد الوجود من ذاته، بل يعني غيره تعالى من المحدثات أو من الأكوان أو من العوالم وجوده حادث. ومعنى هذا أنه ببداهة العقل وبمقدمات العقول أنه لا بد له من محدث. فلو كان محدثه له محدث لأدى إلى ذوب أو التسلسل وكلاهما محدث. يجب أن يكون الوجود اللي هو يتوقف عليه وجود غيره يجب أن يكون واجب الوجود، وهذا هو معنى وحدة الوجود. يعني الوجود الذاتي أو الوجود الواجب لا يكون إلا واحدا لا يتعدد. إذن وحدة الوجود دي معناها إيه؟ في معنى طبعا مأخوذ من فلاسفة الإغريق واليونان أو يرجع إلى الديانات الهندية أو البوذية، لها معنيان أو اتجاهان. أصحاب هذا المذهب اتجاهان سيئان مخالفان للعقل والعقيدة والرسالات والحساب والجزاء إلى غير ذلك. ففي بعض الديانات القديمة يقولون أن هذا العالم عبارة عن المكونات دي أو الوجود عبارة عن جسد، والحق تبارك وتعالى تنزه عما يقولون يعتقدون أنه هو الروح، وهذا العالم هو الجسد
الذي تحل فيه هذه الروح. إن الحق عندهم عبارة أو المثابة عن روح، والعالم ده عبارة عن جسد. ده اتجاه. اتجاه آخر يعتقد إيه؟ أن كل شيء في الوجود هو الله، والله تعالى هو كل شيء، فلا فرق عندهم بين مخلوق وخالق. في الحقيقة المخلوق هو الخالق، والخالق هو المخلوق، والعابد هو المعبود. وهذه معناها إيه؟ فلسفة تؤدي إلى إنكار الملل كلها، مش الإسلام فقط أو الديانات بأسرها. ولا وجود بين، ولا فرق بين وجود قديم ولا بين وجود إيه؟ وجود حادث. يعني الاتجاه ده والاتجاه اللي قبله فاسد وباطل وعقيدة إلحادية. لكن معنى وحدة الوجود معناه أن الوجود الحق الواجب لا يكون إلا من، فليس في عقيدة عقيدة أهل التصوف أو هي عقيدة الصوفية، إنما هي عقيدة كل مؤمن، عقيدة كل منزه لله سبحانه وتعالى. وإنما المعنى اللي عند أهل التصوف معنى ذوقي يعبرون عنه بالفناء أو يسمونه وحدة الشهود. المعنى اللي احنا بنتكلم عنه ده إنه واجب الوجود لا يكون إلا إيه؟ إلا واحدة. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا الوجود، يعني الوجود الواجب، الوجود الذاتي. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب، يجب لمولانا. يعني الوجود واجب لمن لله، أما لغير الله تعالى فهو إيه؟ جاهز. طب ليه؟ لأن وجود تعالى غير متوقف على وجود شيء، أما وجود كل شيء متوقف على وجوده. يبقى لازم يكون هنا إيه؟ من اللي فيهم واجب ومن اللي فيهم جائز؟ المتوقف عليه ولا المتوقف؟ المتوقف عليه. مفهومة كده؟ طب وما ينفعش ليه وجود المتوقف عليه يكون جائز؟ لأنه حيؤدي إلى إنه إيه؟ دور تسلسل، والدور باطل والتسلسل إيه؟ باطل. إذا لازم يكون واجب ليه؟ الوجود. واضح؟ اقرأ انت، قرأناهم قبل كده بس عشان نصل الى المكان اللي احنا وقفنا عنده. واذا اشتبه الكلمة عندنا محاولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين امين. فاذا عرفت هذا فاعلم انه يجب لمولانا جل وعز الوجود لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى، ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر الى المخصص. طيب اذا وجود الحوادث متوقف على وجود الله، ووجود الله تعالى غير متوقف على شيء. ليه؟ الفرق بكلمه واحده، ان هذا وجوده ذاتي وهذا غير عرضي. حتى ان كان واجبا فهو واجب لغيره وليس واجب لذاته. يعني انك اذا تصورت معنى الواجب والمستحيل والجائز سهل عليك حينئذ معرفه ما يجب لمولانا تبارك وتعالى. يعني هذا كله متوقف على تصور معنى الواجب والمستحيل والجائز. اذا والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فاذا لم يكن عندك تصور، اذا عقليتك مش مكونه او مبرمجه على هذا التصور، مش هتعرف ما يجب لمولانا. ممكن تخلق فتجعل ما يجب للحوادث واجب لمولانا، وما يتنزه عنه مولانا تجعل ايه؟ جائز، تجعل واجب. بسبب ايه؟ عدم تصور معنى الواجب والمستحيل والجائز. يعني المشاكل اللي عند اخواننا البعدة سببها ايه؟ عدم حفظ بيتين من الفريضة. اقسام حكم العقل هي الوجوب ثم الجواز، فافهم ونحت لذة. فهو عندوش لذة الفهم ولا عندوش ايه تكوين العقل. ده انه هو ده اهم شيء، ده تعرف تتصور. ما احنا الان لما تصورنا المعنى حكمنا مباشرة لان وجوده تعالى لا بد ان يكون ايه؟ واجبا. لكن اذا لم نتصور المعنى كيف نحكم؟
هل يعني ممكن نخلط او نقع فيما وقع فيه الفلاسفة من حكموا بقدم الايه؟ من قدم العالم، او حكموا بحوادث لا اول لها، لانهم لا يمكن يقولون مثلا بقدم الحركة لانهم مشاهدون انعدامها. يعني ما هو شوف كده، وكل ما جاز عليه العدم عليه القطع، واحد حاجة بيشوف انعدامها كيف يقول انها قديمة؟ لو كانت قديمة لا تنعدم. فروح يقول لك ايه؟ ما من حركة إلا وقبلها حركة إلا وقبلها حركة إلى ما لا نهاية في جانب الماضي، فيجوز حوادث لا أول لها. كل درجة ليه؟ لعدم ضبط العقلية على الأبيات دي، فلازم تعمل له إيه؟ فرمة كثيرة وتبرم يحط له الأبيات دول ويحفظهم، يتصور معناهم حفظ مفرغ مش هينفع، تصور ايه معناهم، فيفرق. وهي هذه حقيقة التوحيد كما قالها الأكابر، الفرق بين الوجود القديم والوجود الحادث، معرفة الفرق بين القديم وبين الايه بين الحادث. إذ الحكم بوجوبها لمولانا جل وعلا فرع تصور معنى الواجب. يعني ليه حكمنا بوجوبها لما تصورنا معنى الواجب؟ لما تصورنا هذا المعنى علمنا أنه لا يتصف به إلا واحد، أن أحكامه لا تتعدد. إذن يجب أن يكون لمين؟ لمولانا تبارك وتعالى. أما غيره لا جائز. فمما يجب عقلا لمولانا جل وعز الوجود، وهذا الواجب من القسم الثاني من قسمي الواجب العقلي. فإذا عرفت المثل صفحة كام؟ لا احنا مش الامير، احنا جماعة دولة دولة، خلينا نخلوا البيت، واحنا خدنا يوم في الاسبوع يوم واحد، حبيبي على الامير ان شاء الله بعد ما يخلص من الامتحان. لا المقدمات خلصناها الحمد لله وختمناها، ودعونا للشيخ محمد علو ثاني ان شاء الله. فتتوقف معرفته بحسب ما أجرى الله تعالى به العادة على النظر العقلي. هات كده يا مولانا جملة جملة أنت، يعني رفقا بال. فمما يجب عقلا لمولانا جل وعز الوجود، وهذا الواجب من القسم الثاني من قسمين. يعني مما يجب عقلا، يعني من الذي يحكم العقل بوجوبه. خد بالك الوجوب ده العقلي سمي حكم عقلي، مع أنه العقل لم ينشئه، لأنه هو أفرض ما فيش عقل، هو أيضا واجب لمولانا، وهو في واجب في ذاته، سواء كان وجد عاقل أو وجد خلق أو لم يوجد. زي ما قلنا مثلا يلزم من وجود الدليل وجود المنطوق، ولا يلزم من إيه؟ فقدان عدم الدليل عدم المنطوق. مش معناها أفرض الحكم مع العقل لم يحكم بذلك، هل معنى كده ينتفي؟ لا. لكن العقل إذا كان يعني صحيحا أو صريحا لا يحكم إلا بذلك، هذا حكم عقلي. وهذا الواجب من القسم الثاني من قسمي الواجب العقلي. قلنا الأحكام تفرقنا في المقدمات، وذكر ذكرتنا المقدمات، قلنا قدم الحكم الشرعي في الترتيب لشرفه، عشان ما حدش يتهم يقول لك الأشاعر بيقدم ولا آخر. قدم الحكم إيه؟ وبعدين شوف، وبعدين راح جابوا العادي، واخر العقل مع انه اقوى من العادي. ليه؟ لان العاديه مشترك مع الشرعي في الاستناد مستند، اما الحكم العقلي غير مستند بالكليه. يعني معناها عندنا اخر حاجه الحكم العقلي مش اول حاجه. فتتوقف معرفته بحسب ما اجرى الله تعالى به العادة على النظر العقلي. فتتوقف معرفته بحسب ما أجرى الله به العادة على النظر العقلي، يعني مجرد نظر ترتيب المقدمات فاكرينا؟ نعم. يخرج هذا. وذلك أن تنظر في كل ما سواه تبارك وتعالى فتجده أجراما، أي مقادير تشغل فراغا. يعني عاوز يقول لك أجر الله النظر العقلي، إذا نظرت نظرا عقليا، يعني مثلا كونت من مقدمة صغرى وصغرى حتصل إلى هذه النتيجة، يعني إلى هذا الحكم. طيب كيفية النظر العقلي؟ قال لك وذلك أن تنظر في كل ما سواه. ولذلك يعني شوف تنظر في كل ما سواه، يعني لا تنظر في ذاته من الهلاك، لأنك أنت
يعتبر في الحالة دي قفزت، والقفز طبعا فيها هلاك أو فيها يعني تردي، فتنظر إيه في الدليل ولا تنظر في الإيه في المدلول، فانظر في المكونات، انظر في الأشياء، انظر في العوالم، وهذا هو إيه هو النظر، لأنك تشاهدها وتخضع للقوانين اللي الرب سبحانه وتعالى أوجدها عندك، أو للحواس وللتجربة وللقياس لهذه الاستقراء تخضع، إنما الأشياء الغيبية والوجود الإلهي لا يخضع لهذه الأمور، لا يخضع للوسائل اللي معك، فيجب أن تنظر في المكونات، تنظر في آلائه، في نعمه، في آثاره، في كل ما سواه، فتجده أجراما. نعم. أي مقادير تشغل فراغا، يأخذ من الفراغ كل واحد منها قدر ذاته. يعني العقل أو النظر العقلي يحكم بأن الموجود في العالم ده أجرام وأعراض، خلاص كده؟ فعاوزين نقيم الدليل على حدوث ما ثبت وجوده، اللي هو ثبت وجوده من الأجرام والأعراض. أما في بعض يدعي وجود المجردات، خلاص كده؟ طبعا احنا لا تخضع للنظر العقلي ولا تخضع للحواس، ولا نستطيع اثباتها ولا نفيها. طب وعلى القول بثبوتها فهي حادثه ايضا لقيام الدليل العقلي على وجوب الحدوث لكل ما سوى مولانا تبارك وتعالى. خلاص لما قام دليل يبقى هذا الدليل يرد على ما نشاهده او ما نصوره او يقع تحت حواسنا ومداركنا وما لا يقع، فلا اقسم بما تذكرون وما لا تذكرون. يعني كل الوجود سواء نراه او لا نراه، نحس او لا نحس، كل حادث حتى وان ثبت وجود المجردات، يعني على القول به بثبوته مجرد عن الماده. لا هي مجردات، مجردة، لا نسميها لا معقولات ولا نسميها محسوسات، يعني هي مجردة. التجريد ده عن القيد، لا نصف بما نصف بالأعراض ولا بما نصف بالأجسام، فليس هناك موجود إلا الأجرام والأعراض. ما هي المجردات؟ ما ليس بالروح الروح موجودة، موجودة. هل الروح مجردات؟ الروح منهم من قال بجوهرية الروح، الروح ليس سر، منهم من قال بجوهر الروح جوهر، ومنهم من قال إنها الجسم شوف تعريف المالكي، ومنهم من قال عرق، ومنهم من قال إن الروح من المجرد. ولو قالوا ذلك على القول مثل المهم خلينا في الأجرام والأعراض، ما نجد دخل إلى المجرد. وصفات تقوم بها من ألوان وأكوان وغيرهما، وما من لون أو كون أو غيرهما إلا وهو جائز، يصح وجوده وعدمه بدليل مشاهدة الأمرين فيه في كثير من الأجرام. لا شوف بقول لك هنا إيه؟ ذلك أن تنظر في كل ما سواه، يعني تنظر في العالم، كل ما سواه هو إيه؟ العالم، وهي تعريف العالم، كل ما سوى الله، بس كده التعريف الدقيق كده، كل موجود سوى الله تعالى. إنما لو قلنا كل ما سواه ومناش كلمة موجود حتدخل إيه الأحوال على القول بثبوتها، لأن الأحوال ثابتة ليست موجودة وليست معدومة. شفت كده؟ عشان كده نقول إيه كل موجود سوى الله. لو قلنا كل ما سوى الله يمشي بس على إيه على القول بثبوت الأحوال، والحال عرفوها بأنها صفة، صفة صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة. يعني ايه معنى لا موجودة؟ يعني هي ثابتة، من كلمة ثبوت أعم من كلمة وجود، خلاص كده؟ لا موجودة ولا معدومة. زي ايه؟ زي لما أثبت الصفات المعنوية، كونه عالما، كونه قادرا، يسموها ايه؟ أحوال، صفات معنوية، لأن ثبوتها فرع عن إثبات المعاني التي نقطع بوجودها هي صفات المعاني. دي موجودة قطعا، إنها صفات
موجودة وليست صفات سلبية. لماذا قالوا الحال صفة لموجود لا موجودة ولا معلومة؟ لأنه لا يمكن تكون صفة لمعدوم، لأن صفة المعدوم لا تكون إلا معدوم. ينفعش تصف المعدوم وهو معدوم بصفة وجودية، لا تعقل هذا. فلا بد يكون صفة المعدوم معدوم، إنما صفة الموجود ممكن تكون موجودة وممكن تكون معدومة. ألا يوصف الحق تعالى وهو موجود بالصفات السلبية ومدلولها أمر مدلولها أمر عدم لا يليق بذاته؟ مفهوم الوحدانية تدل على معناها عدم التعدد، معناها مفهومها عدم مش وجود. مفهوم القدم عدم الحدوث، مفهوم المخالفة عدم الممارسة كده مدلول، يعني أمر إيه عدمي. إذن الموجود يوصف بصفات عدمية ويوصف بصفات وجودية للبياض السواد في الحادث، ويوصف بصفات لا هي وجودية ولا هي عدمية، هي الأحوال. وما من لون أو كون أو غيرهما إلا وهو جائز يصح وجوده وعدمه بدليل مشاهدة. وما من لون أو كون، على الكون يعني حدث أو وجود أو غيرهما إلا وهو جائز، يعني معناها لون زي البياض، يعني أنت مثلا أبيض يصح وجود هذا البياض ويصح عدمه، يعني وجود ضده. وما من كون يعني حدث إلا ويصح أن يوجد ويصح أن لا يوجد بدليل مشاهدة الأمرين فيه. يعني مثلا ما نشاهده أو الأجسام تتناوب عليها الأعراض، يعني أقل حالة الأكوان الأربعة، أقل حالة الأعراض دي كثيرة لا تنظر من وصل إلى 40 ولها أحكام 7 زيد ومقام، ومنهم جعلها كالمخلاسف جابوا المقولات العشر زيد الطويل الأزرق المال، أو ممكن تجيبها على الماء على أي جوهر يعني. فهذه الأعراض أقلها في أعراض سموها الأعراض العامة اللي يشترك فيها كل موجود حادث، وفي أعراض خاصة بالموجود الحي. يعني الأعراض العامة اللي يشترك فيها كل الموجودات هي الأكوان الأربعة، من الحركة والسكون والاجتماع والاقتراب، ليست خاصة بالإيه؟ بالحي، إنما هي عامة. فكله موجود، إما أن يكون مجتمع أو مختلف أو متحرك أو ساكن. فإحنا نشاهد الجسم متحركا ثم يسكن، ونراه متلونا بلون ثم يتلون بغيره، ونراه مجتمعا ويختلف. هذه الأكوان الأربعة التي لا يخلو عنها أي موجود حادث، الاجتماع والاختراق والحركة والسكون. وما لم نشاهده فحكمه حكم ما شاهدناه. عشان كده قلنا لك ما لم نشاهده، عشان تدخل فيها المجرد يبقى حكمها حكم ما شاهدناه. لا المعنوية دي اللي أحوال، لا بس وجودها وجود ذهني. المجرد ده مجرد عن إيه؟ عن المادة، عن الجوهرية، مجرد عن الجرمية، ومجرد عن العرضية، ولا يثبت هذا المعنى إلا لله. قول مجرد عن إنه يكون عرض أو اللي معناه هو الله، معناه كده. عشان كده على معناه في وجود المجرد سوى مين؟ سوى مولانا كمان. وإلا إذا كان مجرد يبقى مين هو؟ في غير كده؟ إيه هو الموجود اللي هو مجرد؟ وده كلام الفلاسفة مش كلام لازم عند المتكلمين اللي هو المجردات، من عندهم حتى الجوهر عندهم يقسموه على نوعين، جوهر مجرد وجوهر غير مجرد. اما المتكلمين بيقولوا جوهر الفرد وغير الفرد، ما يقسموهاش تقسيم الفلاسفه.
كان يقول لك فرد الجوهر الفرد اللي هو ايه الجزء الذي لا يتجزأ. اما الفلاسفة يقول لك جوهر مجرد وغير ايه وغير مجرد. كأن الله تعالى عما يقول ما عندهم العقول العشرة، العقول العشرة هي ايه الجوهر هي المجردة هي ذي اللي صح النظر. لا اذا كان على المعنى انا بتكلم الاثبات يعني نتكلم على معناه ما يعني بكلمة مجرد. لو كانت مجرد عن الجرمية العربية يوصف وصف لله. ما لم نشاهده فحكمه حكم ما شاهدناه لاستواء الجميع في حقيقة الجرمية. وكذلك ما من مقدار مخصوص للجرم يعني أقول لك ما يعني أفرض مثلا في هناك أجرام علوية أو في السماوات لم نشاهدها يبقى حكمها حكم ما شاهدناه لاستواء الجميع في حقيقة الجرمية. طالما هو جرم خلاص يبقى حق كده. وذلك يرد به على الجماعة اللي بيقول لك ايه يد لا كالأيادي وقل كيف تكون يد لا ويد يعني معناها ايه استوت او اشتركت في حقيقة ايه اليد الجرمية وهما ليس لها معنى. فإذا قلت يد أثبتت الجرمية وإذا قلت ليست كالأيادي نفيت الجرمية عما هو جرم وجد التناقض. يعني كأنك ركبت الكلام ثم بعد ذلك عندما يقولون يد تليق بجلاله أو بذاته وجدائه كلام لا معنى له لأنك كأنك قلت أن اليد هي الجرمية تليق ثم قلت إنها لا تليق. يبقى هذا تركيب يعني يخالف العقل. يعني مثلا لما تقول كده يعني في ال يقول لك مثلا يد لا كالايادي او وجه لا كالوجوه. لما تقول مثلا كده كتاب لا كالكتب ما هو كتاب ولا مش كتاب؟ إذا أردت معنى مجاز يسلم لك يعني كتاب مثلا في رونقه أو في علمه أو في شكل لا كالكتب إذا مع مبالغة زي لا سيف إلا إيه لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى ده مبالغة ففي سوق كثيرة. إذا معنى إيه مجازي اسمه قصر ادعائي ليس إيه حقيقي. إنما لما تيجي من كتاب لا كالكتب ثم تقول اشتريت كل كتاب عندي بكذا هيدخل الكتاب اللي هو لا في الكتب ولا ما يدخلش؟ هيدخل ما يدخلش كيف؟ وانت اشتريت كل كتاب يعني لو قلت كتاب ثم قلت لا في الكتب ثم قلت اشتريت كل كتاب يعني هيدخل في جملة الكتب اللي اشتريتها اللي كده تناقض. لأنه لو كان ليس كالكتب فليس كتابا ولو كان كتاب فبحكم كونه كتاب يشترك مع الكتب لأن ده اسم جنسي يشمل كل كتاب وفي جنس يطلع منه فرق من جائزة جنس يسموه الجنس لا يسموه الجنس المنفرد الذي لا فوقه جنس ولا تحته. قد ينفع الكلام ده إذا الكلام فيه تناقض ببداهة العقول يرفض. فما يصحش تقول وجه لا كالوجود. إنما إذا ورد عن السلف هذه العبارة وجه عن بعضهم وليس عن كل الناس تلقى المراد بها أنه وجه من ناحية الثبوت أو من ناحية الورود في اللفظ اسمه كده وجه ولكنه لا كالوجوه في المعنى كده تفك جهة يسموها انفكاك الجهة كده ده المعنى صحيح. وعليه يحمل ما أراده السلف ما أرادوا به لو أرادوا به المعنى يتناقض لأنه معنى يكون وجه لازم يكون كالوجوه فدامة وجه تمام كده. إنما إذا قلت وجه لا كالوجوه وجه من حيث اللفظ وليس كالوجوه من حيث الإيه المعنى يبقى هنا في انفكاك الجهة يبقى المعنى كده صحيح. هم يروح مسكين في الكلام ده يعجبهم قوي يقول وجه لا كالوجوه يقولوا طالما هو وجه وكالهجوم كيف يكون وجه ولكن الا اذا كان معنى مجازي يعني تدعي انه يعمل زي مثلا ايه الشاعر الاثنى عليه الصلاه والسلام ومدحه وقال ايه
محمد بشر ولكنه ليس كالبشر. وراح جاب كده المعنى، لو كان بشر يجب ان يكون مثل البشر في الاحكام التي تجري على البشر، انه ظاهر وانه يرى وانه ياكل ويشرب نفس احكام البشر، فكيف يكون بشر؟ سفرح جاب المعنى اللي هو اراد، اللي هو المعنى المجازي، قال فانه ياقوتة والناس كالحجر. يمكن ياقوتة دي حجر ايضا، ولكنها من ايه؟ من انفس واغلى الاحجار، فكانها بهذه النفاس خرجت عن وصفها حجر، وهي في الحقيقه ايه؟ حجر. وذاك البشر ولكنه ليس كالبشر، يقول المبالغه. لا ما ينفعش، لا وجه كالقال والوجيه ينفع، ما يذكرش ليه؟ لانه ورد في اللفظ او في الاضافه ذكر الوجه، انما لم يرد ذكر الجسم، يقول جسم لا في الاجسام ده رجل مش دم، ده عايز يضرب الوجه ده ليه مستند شرعي، ورود الوجه والناس، انما مين ورد الجسم؟ لما يجي يقول جسم لا في الاجسام كمان يقول مثلا راسه وشعره ولحيه، لا تهريجه هنا، ده عشان فقط اللي خلانا اللي خلاهم قالوا ذلك لانها وردت، اما الجسم لم يرد اصلا، بل الجسم لو قال جسم ده معناها صرح بايه؟ بالجسميه، حتى لو قال لا كالاجسام، لانه اذا لم يكن كالاجسام فيجب ان يكون ليس جسما، فكلمه جسم انه خلاص انتهى تجسيم صريح، اذا كان بيقول الا، طب ما هو التجسيم اذا كان قوله انه تعالى جسم ليس تجسيما، يبقى ما هو التجسيم؟ يكون ايه التجسيم؟ يكون في لغه مجانين، ما ينفعش معاه لغه الاقل. هو السنه الاشاعره قالوا بان فرقوا بين التجسيم الصريح وغير الصريح، فقالوا التجسيم الصريح من قال جسم وسكت، او قال انه يعني وصف طلبه، اما من قال جسم لك الاجسام والنسبه الاشاعره او التجسيم اختلفوا فيه، هل نكفر ام لا؟ موضوع ثاني، انما الذي يقول انه جسم لا في الاجسام فهو قد اثبت الجسميه، ولكنه استشعر فظاعه الكلمه فاراد ان يفر منها، ولكنه لم يفر لانه اثبت الجسميه. هل اثبت الجسميه؟ واثبات الجسميه ده كفر على طول، انما اثبات الوجه ولكن من حيث اللفظ ده وارد، ده من ذلك شوف كده هتحلها كده، واجههم اي من ناحيه اللفظ، اسمه سماه كده وجه الثبوت، ولا كالوجوه من ناحيه المعنى، يعني كده ما فيش تناقض ولا، انما لو كان من ناحيه المعنى وجدت فيه من ناحيه المعنى فكانك اثبتت وانا فيك معنى، وهذا هو عين التناقض، لان التناقض معناه اراد النفي والاثبات على جهه واحده. الله محمد بشر قال مين يا رب مشايخ استكروا من تونس من المغرب وقف في عرش كلمه محمد بشر ولكنه ليس كالبشر ثم اكملت له منامه ولكنه ياقوتة والناس كالحجر كم هو الواقيت ولا مش احجار؟ نعم مثلا، بس شوف الياقوتة تتبع، لو انت لقيت 50 60 حجر انت ماشي حتلكسر فيهم؟ انما لو لقيت ياقوتة حتى ولو ادوا لك بها احجار الارض كلها مش هتربى، رغم انها هي من نفس الجنس، ففي جنس كده ربنا سبحانه وتعالى عظمه، يعني شوف الحجر الاسود ده، ده ممكن يكون عندك حجر في مكان ثاني اقوى واشد منه، لكن تمسك في الحجر ده وتدافع عشان تقبله وتتمسح به، طب ما عندك حجر، هذا حجر وده حجر، هذا شوف كده شوف المعنى، لو كان المساله في ذات الحجريه، يبقى التقديس في الاسلام ليس راجعا لذوات الاشياء وانما راجع الى امر الله، ربنا امر بتعظيم ذلك وما يعظم شعائر الله، بتعظيم الحجر ده وبرجم الحجر للاخر باهانته، يبقى المساله لو كانت في ذات الحجر هنعظم كل الاحجار،
نحن مش ماشيين مع الوثنية زي ما يقولوا، نحن ماشيين مع الأمر والنهي. نعم سؤال. يعني هو ده تقول ان هل هذا جائز عقلا ولا غير جائز؟ يعني هو في دائرة الممكن، هو ممكن، ممكن ليس مستحيلا، يعني ممكن. نعم لكنه ايضا اميالا او مهابة، في ناس عندها جرأة تتملى وتوصف وتكتب، ولذلك الاطفال والنساء كانوا يوصفوا، انما ابو بكر وسيدنا عمر ما قدروش يوصفوه ايه هيبة واجلالا، انما الرجل اللي هو يعني يصف تأمل يعني اللي هو ضعف الهيبة عنده، يعني لم يعرف المقام او يعني لم تقع المهابة في قلبه مثل ما وقعت عند الاكابر، فهذا يحد النظر ويكتب ويقف وينظر. يعني مثلا لو انك انسان تهابها تخجل من ايه؟ من ان تنظر اليه، فلا تستطيع رسم ملامحه او يعني تحديث صفاته. اما اذا كان واحد جايبه بالاجره والسامع عشان يرسم لك، الله اعلم. انا ما كنا فهمت السؤال، انا اجبت على ما عندي. وكذلك ما من مقدار مخصوص للجسم في الطول او العرض الا وهو جائز يقبل الوجود والعدم، لان وجد ما هو اكبر منه. يعني مثلا ربنا ادالك اللون ده، ممكن يكون يخلق ابيض من كده او انصع من كده او اجمل من كده او اطول او اعرض او اسمن او انحف، يقبل لانه ده ليس ذاتي فيه. واضح ان شاء الله؟ لان وجد ما هو اكبر منه او اصغر، إلا أن يكون تناهى في الصغر إلى مقدار الجوهر الفرد. يعني معناها يقول لك أي موجود له طول معين أو عرض معين كان جائز قبل وجوده أن يوجد أكبر من هذا القدر اللي هو عليه أو أصغر، إلا أن يكون وصل إلى مقدار الجوهر الفرد. أصل لو قلنا جائز أن يكون أصغر منه، أيضا مش هو ده الجوهر إيه؟ الفرد. وهو المقدار الذي لا يقبل التجزئة، اللي هو الجوهر الفردي، لا حسا ولا عقلا، فيقبل حينئذ مقداره العدم بأن يوجد ما هو أكبر منه لا بأن يوجد ما هو أصغر منه، إذ لا أصغر منه. إذا معناها عاوز أقول لك كل موجود يقبل أن يكون على المقدار اللي هو عليه، إلا المقدار الأكبر يقبل أن يكون زيادة على المقدار عليه أو أنقص، إلا إذا كان جوهر إيه الفرد لا يقبل النقص عندما يقبل الزيادة. لماذا لا يقبل النقص؟ لأنه لا أصغر من ذلك، هذا أصغر شيء، تناهى في الصغر. ولذلك الجوهر الفرد لا يمكن رؤيته إلا بانضمامه، يعني لا يمكن رؤيته وحده، من انضمامه الى مجموعه يعني في الهيئه المركبه، انما في الهيئه اللي فيها جوهر فرد لا يمكن. ما هو واقع في الخارج بس مش واقع كجوهر فرد، بمعنى انه هل ان كل الاجسام مركبه، مركبه من ايه؟ من جواهر، ولو انها جزئت وقسمت لتناهت الى هذا الجوهر الفرد. هو موجود بس في ضمن ايه؟ في ضمن افراده. ليه؟ لانه لو لقينا وجوده مما تركبت الاجسام، هي الاجسام مركبه، وكذا هننكر وجود الجسم نفسه، فلا بد من الاعتراف به. وهو حادث، خد بالك، لانه لو قلنا انه ما فيش جوهر فرد يبقى هنقول بايه؟ بمشكله ثانيه، هنرجع الى العالم القديم. والجوهر الفرد عندنا حادث لا ينكر. وهو عندك البيت اللي هو بيقول ايه؟ وجود كل شيء عينه الجوهر. والجوهر الفرد عندنا حادث لا ينكر، عندنا يعني يشير انه الفلاسفه عندهم ليس بحادث.
وهو المقدار الذي لا يقبل التجزئة لا حسا ولا عقلا، فيقبل حينئذ مقداره العدم بأن يوجد ما هو أمامه. يعني معنى حسا يعني أمامه حقيقة في الحس، ما ينفعش تجزئه بيجي صغير خالص في الحس، لو حبيت تجزئه مش هتلقاه، لو قطعت منه حتة تاني لا تجده. لما انت تجيب كيلو لحمة اللي تعالى قطع فيه حتة صغيرة مع البخل كده والشح، خليها هتبص تلقى ايه الكيلو العدم مع كثرة التجزئة اللي فيه انتهى. هو لم ينتهي بس هو تلاشى في الايه فده الحس. ولا عقلا بمعنى انه لو جاز عقلا ان ينقسم او ان يتجزأ لكان مركبا، ان العقل يقول انه ايه فرد الجزء الذي لا يتجزأ، ما دام الدليل يتجزأ ويفرض عقلا انه يتجزأ اذا بس تناقض، هو العقل حكم بانه هو الجزء الذي لا يتجزأ، فاذا قال انه يمكن حتى ولو في الناحية الحسية غير ممكن، لكن في الناحية العقلية الافتراضية أنه يمكن، هذا معناها مش هو الفرد، هو افتراض العقل أنه جزء لا يتجزأ. فإذا جاز عقلا أن يتجزأ، لذلك قال إنه لا يقبل التجزئة لا حسا ولا عقلا. فيقبل حينئذ مقداره العدم بأن يوجد ما هو أكبر منه لا بأن يوجد ما هو أصغر منه. يعني أنا عاوز يقول لك طالما تناهى في الصغر إلى هذا الحد يبقى إيه يقبله؟ يقبل أن ينعدم فقط، لكن لا يقبل أن يكون أصغر منه، ويقبل أن يكون أكبر منه. وقبول كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته للوجود والعدم هو لازم ذاتي لا يمكن انفكاكه عنه ضرورة، وهذان الأمران المقبولان وهما الوجود والعدم متساويان في القبول والجواز لا ترجيح لأحدهما على الآخر. يعني وجود الشيء الحادث متساوي في قبوله للوجود قبل وجوده وفي بقائه على عدمه، فهما أمران متساويان لا ترجيح لأحدهما على الآخر من حيث ذاته، يعني هو في ذاته كده قابل للوجود وقابل يعني كونه قابل للوجود كأمر ذاتي أو قابل للعدم أمر ذاتي، إذا لا بد إذا كان هذا ذاتي وهذا ذاتي إذا ترجح أحدهما على الآخر فلا بد من مرجح لازم لا بد، لأنه العقل لا ترجيح من غير مرجح، لما ممكن بالعقل يقول لك رجحان من غير مرجح، إنما ترجيح من غير مرجح لو إذا قلنا مثلا بلاش كلمة ترجيح خليها رجحان، يقول لك ولو خليناها رجحان يرجح مين الأقوى مش الأضعف، لأنه في الحقيقة إنه عدمه أقوى من وجوده لأنه لا يحتاج إلى سبب، أما الذي لا يحتاج إلى سبب الذي يحتاج إلى سبب اللي هو الوجود ذات الأضعف، هو عدم يحتاج لسبب انه يكون عدم، هو عدم في ذاته، فعشان يوجد عاوز ايه سبب، يبقى ايه الجانب الاقوى فيه؟ ان يظل على عدمه، انه هو ده الاصل، اذا خليناها رجحان اللي حيرجح ايه؟ العدم. وعشان كده قلنا لابد ما قالش رجحان قال ترجيح، لانه كانه الترجيح ده لما تأجي أرجح أحد المتساويين وممكن أرجح الأضعف، إذا كان عندي قدامي عدد هختار هرجح ده على ده، ممكن يكونوا الاثنين متساويين في الدرجة ده 90 ده 90 أرجح واحد على الثاني، ممكن يكون واحد ثاني واخد 80 ما دام في مرجح إلا كل واخد صفر هيرجحوا على اللي واخد، ما دام في مرجح ما خلصت، إنما لو كان رجحان لا يمكن اللي هو الاقل يرجع على الايه على الاكثر، لا يمكن التمانين ترجح على التسعين من نفسها كده، طبعا ما فيش خالص صفر هيرجع على التسعين، اذا كان تمانين مش هتفهم. فاذا يستحيل عقلا ان يكون جرم من الاجرام او صفه من صفاته قديما، فاذا يستحيل عقلا ان يكون جرم من الاجرام أو صفة من صفاته، من صفاته مش من صفات الله، من صفات الجرم، أي هو كده في قديمة، لم إيه؟
يثبت وجوده عدم لما يلزم عليه من ترجيح وجود المقدار المقصود الجائز على عدمه المساوي المساوي. وفي الحقيقه العدم مش مساوي، ده العدم اقوى، نحن بنفترض انه مساوي المساوي له في القبول والجواز. واضح كده؟ وترجيح وجود صفته المخصوصه الجائزه على مقابلها بلا مرجح. عارفين الصفه عندك هم كانوا متقابلات سته، وجودنا العدم صفاته المنه كان المقادير هو الصفه. وكون مقدار على مقدار او جهه على جهه او مكان على مكان او زمان على زمان او صفه لا بد من مرجح. وانت يعني هما الاقسام ثلاثة، واجب مستحيل وجائز. افرض مثلا اللي فيه الترجيح ده الممكن، الواجب ده لا يتصور فيه الا الوجود، والمستحيل لا يتصور فيه الا الاحكام، ما فيش غير قسم واحد اللي هو فيه الترجيح اللي هو الممكن. طب حنقول كده بالعقل، لو كان الترجيح ذاتي منه مش هيبقى ممكن، هيبقى واجب. يبقى لازم يكون المرجح غيره، يعني من خارجه. طب مين من خارج؟ ما فيش غير الواجب والمستحيل. والمستحيل لو كان مرجحا لاعطى لنفسه، اذا كان هو فاقد الشيء لا يعطيه. فلم يبقى اللي رجح احد طرفي الممكن على الاخر الا الواجب. وذلك جمع بين متنافيين وهما الاستواء والرجحان. وذلك جمع بين متنافيين الاستواء والرجحان، لأنه معنى الاستواء يعني عدم الرجحان، لأن رجح عليه فإننا به، ومعنى الرجحان يعني عدم المساواة، ومعنى المساواة يعني عدم الرجحان. فإذا قلنا بذلك هذا جمع بين متنافيين، ما هما المتنافيان؟ الاستواء والرجحان. وذلك لا يعقل. فإذا قد دل كل ما سوى مولانا تبارك وتعالى من جهة مقداره المخصوص وصفته المخصوصة على أمرين. يعني كل ما سوى مولانا له جهة لها له مقدار مخصوص. من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر مقدار مخصوص. خلق كل شيء فقدره تقديره. التقدير هنا معنى معناه ايه؟ معناه التحديد. عندنا في ان انزلناه في ليله القدر، القدر بسكون الدال غير القدر بفتح الدال، فتح الدال هو يذكر مع كلمه هو مؤاخي لكلمه القضاء. وهذا اللي هو بفتح الدال ده اجلي. على الخلاف بين الاشاعره والماتريديه في تعريف القضاء والايه؟ والقدر. انما القدر بسكون الدال ده حادث اللي هو معناه التحديد والتقدير. يعني اذا من جهه مقداره المخصوص وصفته المخصوصه على امرين، يدل على امرين كده، احدهما او احدهما على البدل، يعني احدهما اما احدهما. وجوب وجود المولى تبارك وتعالى ليرجح بإرادته مقدار كل جرم وصفته المخصوصين على مقابليهما. على مقابليهما يعني معناها كل جرم وكل صفة لها إيه؟ له مقابل. إيه هو المقابل؟ اللي هو زيادة عنه أو إيه؟ أو أنقص منه، مش كده؟ فإذا دل هذا على وجود الله مولانا ليرجح بإرادته الصفة الايه؟ الإرادة، الصفة القديمة، مقدار كل جرم وصفته المخصوصين على الايه؟ الأمر المقابل لهما، لأن هذه اسمها الأمور الستة المتقابلة، يعني كل واحد يقابل واحد، فما الذي رجح هذا المقابل على مقابله؟ لازم ترجيح لصفة الإرادة اللي هي التخصيص، ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر. أو تخصص لو الترجيح. ويوجد ما شاء من ذلك على وفق إرادته. الثاني الحدوث لكل جرم وصفاته لما ثبت من طريق الجواز من وجوب افتقارها للفاعل. إذا دل على أمرين، أول حاجة أنه في مرجح
اللي هو الواجب وجوده تعالى وإرادته القديم وجوده القديم وإرادته القديم. وبعدين في حاجة ثانية يدل هذا على أن كل جسم طبعا إذا ثبت حدوث الجسم يثبت حدوث الصفات أو اللوازم التي اتصف بها هذا الجسم. لما ثبت من طريق الجواز من وجوب افتقارها إلى الفعل؟ هنا الموجودات الحادثة هتفتقر إلى إيه؟ إلى أمرين، المخصص يعني الخص هذا بهذا والفاعل. يبقى المخصص والفاعل اللي بيخصص اللي هي الإرادة والفاعل اللي هي القدرة اللي معناها محتاج دلت عليه على أمرين وليس على أمر واحد، على أنه في مرجح وعلى أن هذه الأجرام وما اتصفت به من صفات ولوازم حادثة. الثاني الحدوث لجرم وصفاته لما ثبت من طريق الجواز من وجوب افتقارها للفاعل، لأن القديم لا يكون إلا واجبا غنيا عن الفاعل. فإن قلت ما المانع أن يكون ما سوى الطريق؟ كل موجود لازم مفتقر، مفتقر مفتقر كل موجود. يعني مثلا ليس الافتقار لسمة أو يعني أمارة أو علامة على الناس. ممكن في الآية القرآنية يا أيها الناس أنتم، وده أسلوب إيه؟ أسلوب قصري، أنتم الفقراء. مع أنه كل الموجودات الجرام والأعراض والسماوات والأرض والعرش والملائكة كله مفتقر. فلما خص للناس هنا، هنا بيسمونه مش قصر حقيقي، ده إيه؟ ده الإضافة، ده عشان إيه؟ فكأنه ظهرت صفة الاحتياج الشديدة فيهم، فكأن الفقر لم يتعداهم إلى غيرهم. يعني كأنه هو في الحقيقة كل الموجودات مفتقرة، يعني شوف لا يلزم كده أن كل من سواه أو ما سواه مفتقر إليه، يعني يلزم من استغنائه تعالى عن كل ما سواه افتقار كل ما سواه إليه. إذا ليس الناس فقط، بل جميع الموجودات مفتقرة. لكن تعالى مثلا لما نقيس افتقار نحن بالنسبة لافتقار الملائكة هنجد أيهما أشد افتقار. نحن مثلا محتاجين إلى طعام وشراب وأكل وخضارات ومتر أنفاق ومواصلات وتعليم وصح، والملائكة لا يحتاجون إلى شيء من ذلك، ولكنهم محتاجون في بقائهم ووجودهم إلى الله تعالى، وهم مفتقرين أيضا. لكن لما كان الافتقار أظهر أو أوضح أو أجلى في الناس قصره الله تعالى عليهم. فإن قلت ما المانع أن يكون ما سوى الله تبارك وتعالى قديما ويكون الترجيح لوجوده لوجود مقاديره وصفاته بطريق التعليل أو الطبع لا بطريق الاختيار؟ كان أقول لك إيه المانع أن يكون ما سوى الله تعالى قديم، وبعد كده يكون الترجيح ده بطريق التعليم أو الطبع لا بطريق الاختيار. يعني عاوز يقول لك لو قلنا في مرجح ولا بد أن يكون هذا المرجح فاعلا مختارا، إنما احنا هنقول الكائنات دي قديمة والمرجح عبارة عن هو العلة أو الطبيعة. هو ذكر الدردير نفسه في الخريج عندما قال ما يأخذ بالطبيعة أو بالعلة. هنا شروع هذا الكلام، شروع السؤال ده، فإن قلت في إبطال ما ذهب إليه الفلاسفة من القول به بكذا من العمل. فالجواب أنه لو كان كذلك لما اختلفت مقاديره وصفاته ولما تأخر منها شيء عن الأزل، لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارهما. يعني مثلا تعال أنت عندك مكينة هتطبع كتاب زي ده، مطبع لو هتطبع مليون نسخة لازم تطلع نسخة كلها واحدة، ما يمكن تطلع نسخة إيه مختلفة في عدد، ما الكتاب واحد والعلة واحدة، فيجب أن يكون المعلولات كلها للعلة الواحدة متساوية. وده حكم العقل يقول لك هنا لو كان كذلك، يعني لو كان كذلك اللي هو جاء في السؤال
التعليم بالطبع. اللي هو أن يكون ما سوى الله قديما ويكون الترجيح سببه أنه تعليل أو ضبط، مفيش اختيار يعني نفي الاختيار. فلو كان كذلك وخد بالك نفي الاختيار ده معناه إيه؟ معناه نفي الحدوث. وإذا نفيت الاختيار عن المرجح يعني عن الفاعل معناه كده من العالم. ومعنى الحدوث يعني معناه إيه؟ ثبوت الاختيار أو ثبوت المرجح أو إثبات الصانع اللي هو المختار. ليه؟ لأنه لو كان علة ومعلول مش هيبقى في اختيار، في تلازم، فمعناها ليس له أن لا يخلق العلة ومعلول، لأنه إذا وجدت العلة وجد المعلول فيش اختيار. إنما لما يكون الفاعل مختار يعني يتأتى منه الفعل ويتأتى منه الكرم. إنما لما يكون في علة ما فيش يتأتى الفعل، لابد أن يكون ليه الفعل لا يكون الكرم. ولذلك ثبت كده وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا أثبتت الاختيار يبقى لابد أن القول بحدوث العالم، يعني معناها العالم لم يكن فاختار أو فشاء الله تعالى أن يوجده فأوجده. أما إذا نفيت عن الله الاختيار وجعلت العالم صدر عنه كما تصدر يصدر المعلوم، يبقى معناها إيه القول بالتلازم هنا عن كده في العالم، ليس لذاته ولكن لكده معلته. هي الفرق بينهما، ها؟ قول كده. الفرق بينهما نفي إيه؟ نفي الاختيار عن الصانع، يعني كأن الفلاسفة لا ينكرون الصانع ولكن يقولون إيه بالتلازم بينه وبين موجوداته أو بين مصنوعاته، فيكون تعالى علة والمصنوعات معلومة. أما إذا أثبتت الاختيار إذا معناها حتنفي كده من العالم، هي معنى الاختيار يعني هو ما كانش في عالم فاختار أن يخلقه فخلقه. ولو كان غير مختار لكان العالم قديما بقدم إيه؟ بقدم علته، أو قديما بالقول الثاني بقدم طبيعته اللي هي العلة والمعلول والطبيعة والإيه؟ والمطبوع. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ لا. ما ينفعش إذا معناه في تلازم، مفيش تقدم ولا تأخر، بس التقدم والتأخر في التعقل الذهني. لكنه في تلازم بين، ما فيش تلازم تأخر زمني أو ما فيش انفصال زمني. وجدت العلة وجد المعلول. اللي معناه إيه ده؟ معناه إيه؟ معناه أنك تنفي عن الله أن يكون صانعا مختارا، ولكنه صانع لكونه علة. ولذلك السر مهم جدا. تجد أن المتكلمين لما يستدلوا على وجود الله يستدلون بحدوث العالم، والفلاسفة يستدلون بدليل الإمكان وليس بدليل الحدوث. لأن دليل الإمكان إثبات أن العالم ممكن وجوده وممكن إيه؟ لكنه إيه؟ لابد أن يكون موجودا وهو في ذاته يمكن. وهنا إذا القول بدليل الممكن ليس معناه إيه حدوث العالم. يعني ممكن نقول العالم ممكن ومع ذلك هو قديم، قديم بقدم علته. انما لا يمكن يمشي دليل ايه قدم العالم مع دليل حدوث، تناقض. ولذلك تجد الفلاسفه يستدلون على وجود الله بدليل الايه الممكن، اما المتكلمون يستدلون بدليل الايه الحدوث. هل ينفع دليل الامكان عندنا؟ ينفع بس بشرط الحدوث، والممكن يمشي مع الاثنين. بس هم يعني ولذلك تجد في بعض كتب الفلاسفه يصرحون بحدوث العالم، ولكن يجب ان تنتبه. ذكرها في الحاشيه الشيخ البخيت المضايع على الخريده. الحدوث عند الفلاسفه ليس معناه الوجود بعد عدم، ولكن الحدوث عندهم يعني الاحتياج الى الصانع. يعني هو العالم محتاج الى علته يعني الى صانعه، لكن مش معناه حادث. يعني مش هتفسرها الى حدوثه الدبر، حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالكتاب. فعندهم دليل الامكان، بس متى يستدل به المتكلمون؟ عندما بشرط الحدوث، بشرط الايه الحدوث. لكن ممكن نقول بالامكان وليس معناها الحدوث. يلا
دليل تصور كده تقول كده العالم في ذاته ممكن يعني يستوي فيه الوجود ويستوي فيه العالم ولكنه بالنظر الى وجود علته وهناك تلازم بين العلم والمعروف فهو واجب ومن هنا قديم وفي ذاته حادث يعني بالنظر الى ذات العالم هو حادث وبالنظر الى قدم علته هو قديم انه في تلازم بين العلم والمعروف انهم يستدلوا بدليل الامكان وليس بدليل الحدوث لان الحدوث معناه ايه تاخر المعلول عن العله وده العقل مش مستقيم عندهم لا يقبل هو يقبل الوجود ويقبل العقل اذا في ذاته تمام كده لماذا لا يكون وجوده حادثا بالاخلاق وهو مرتبط بعلته ويكون الاختيار عن العله اللي هي الصالح مش مختار انه معناه ايه في دلالة فلو أثبت الاختيار إذا معناه إيه؟ أنه شاء أو أراد أو الاختيار معناه إيه؟ أنه يتأتى منه الفعل ويتأتى منه الترك فلو كان لا يتأتى إلا الفعل يعني في دلالة في دلالة فالجواب أنه لو كان كذلك لما اختلفت مقاديره وصفاته يعني عاوز يقول لك لو كان العالم معلولا لعلة لكان كل البشر بياض واحد سواد واحد قول واحد عرض واحد ده في البشر والملائكة كده والمخلوقات كلها كده فورم واحدة كده لأنه لا يختلف معلول الايه العلة الواحدة ولا مطبوع الطبيعة الواحدة ليه خذوا بالك الفلاسفة ما قالوا أن العالم له هي أكثر من علة هي علة واحدة كده صانع واحد يعني ما قلتش بتعدد العلل يبقى معناها يجب يكون معلول العله الواحده متساوي طيب لما في اختلاف في المقادير وفي الازمنه يعني معناها لو كان لو كنا احنا صدرنا عن عله كما يقولون يبقى لازم نوجد كلنا مع بعض في زمن واحد ما فيش حاجه اسمها زمن موسى ولا عيسى ولا ولازم نوجد كلنا بهيئه واحده وبمقدار واحد وزمن واحد ومكان واحد وهذا ايه يكذبه الواقع المشاهد هذا دليل على ايه على انه احنا مش عله ومعلول ده في ايه صانع مختار عالم بما يريد ولما تاخر منها شيء عن الازل يعني عاوز اقول لك ايه كل ما موجد في الازل لانه العله ملازمه لمعلوله والعله ازليه يبقى المعلول ازل وما فيش واحد فينا وجد في الازل حصل حد يقول فيكم في الأزل فيكم واحد أزلي لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلافها اللي هيقول كده هنكذب وهات شهادة الميلاد موسى جاب سجل في السجن المدني اللي كان خرابة أو كان مزبلة قبل ما يبنوه بيجي إيه سجله أو سجل فيه أو ما كانش موجود مش مع حدش هيدعي الأزلي الأخوان ما شمت الوجود الأزلي بأي حال من الأحوال لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارهما وإلا هنقولهم إذا قال لك الاختلاف ده إذا معناه أكثر من علة إذا فيها إيه نقض الأصل اللي قالوا عليه هو يقول علة قول كده لأن العلة الواحدة إذا معناها العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارهما تمام كده بكل واحد وبعدين يستحيل تأخر شيء منها عن وجودهما في الأزل يعني معناها المعلول والعلة حجم وتلازمه وجودهما معا أزلي وجود العلة أزل والمعلول أزل لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارهما أو تأخر شيء منها عن وجودهما في الأزل والمشاهدة الضرورية تقضي بخلاف ذلك إذا يقول لك والمشاهدة الضرورية الضرورية يعني معناها ما فيش مكابرة لا تستطيع يعني والمشاهدة الضرورية مش نظرية ضرورية تقضي بخلاف ذلك لأن اختلافها في مقاديرها وصفاتها كثير لا حصر له وتأخير أو تأخر جميعها عن الأزل معلوم على القطع هذه شهادة من الأزل أو شهادة ميلاد حتى فرعون هتجد حادث مهم الشيخ مش حادث كثير حادث
هنجيب الكلام الحمدلله. لأن اختلافها في مقاديرها وصفاتها كثيرة لا حصر له، وتأخير جميعها عن الأزل معلوم على القطع. وتأخير وتأخير جميعها عن الأزل معلوم على القطع لمشاهدة التأخير في كثير من الأجرام وصفاتها اللازمة لها، فوجب أن يكون جميعها كذلك لوجوب استوائها في صفة الافتقار إلى الفاعل. فإن قلت لا شك أن تأخير الأجرام وصفاتها عن الأزل يدل قطعا على إيجادها ليس على أن يدل قطعا على أن إيجادها ليس على طريق التعليم. جميل كده، معناها أقول لك لا شك أن تأخير معاين في الكتاب، لا شك أن تأخير الأجرام وصفاتها صح كده؟ عن الأزل يعني معناها الأجرام وصفاتها لم تجد الأزل، تمام، يدل قطعا على أن إيجادها ليس على طريق التعليل، بل على طريق الفاعل المختار صانع المختار. ليه؟ لأنه إذا كان مختارا إذا معناها يلزم من كونه مختارا أن يكون العالم سبق بعدم، لأنه لو كان موجود واختار أن يوجده هذا تحصيل حاصل، إذا الاختيار معناه حاجة مش موجودة اختار ويوجده، كيف يوجد ما هو موجود؟ إذ العلة العقلية يستحيل مفارقتها لمعلولها. وأما دلالة التأخير على أن الإيجاد ليس بطريق الطبع فقد لا يسلم. أيوه، عايز أقول لك يعني في عندنا حاجتين، الطبع والعلة، فده كونها تأخرت عن وجودها في الأزل ده أمر منكر، إنما الموضوع الثاني هو موضوع الطبيعة والمضموع. يقول لك إذ العلة العقلية يستحيل مفارقتها لما، وأما دلالة التأخير، إيه تأخير إيه؟ ها؟ تأخير الأجرام وصفاتها عن وجودها في الأزل على أن الإيجاد لها ليس بطريق الطبع فقد لا يسلم، يعني معناها لابد من التسليم بالأول اللي هو العلة، أما الطبيعة والمطبوع ده قد لا يسلم، يعني مش حيسلم لك الخصم بذلك. لماذا؟ لما تقرر أن تأثير الطبيعة عند من يقول بها من المبتدعة ليس على طريق اللزوم بكل حال. يعني عاوز يقول لك في تلازم بين الطبيعة والإيه؟ بين العلة والمعلول، إنما الطبيعة والمطبوع ليس عن طريق اللزوم في كل حال، بل إنما يلازمها مطبوعها إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع. يعني عاوز يقول لك الكلام ده مسلم في العلة والمعلول، إنه لابد من ملازمة معلولها على كل حال، أما ملازمة مطبوع الطبيعة لها ليس على كل حال كما هو الشأن في العلة والمعلول، وإنما عند توفر الشرائط شروط يعني وانتفاء الموانع. إيه الفرق؟ السؤال كده، ما الفرق بين التأثير بالعلة وبين التأثير بالطبيعة؟ الجواب أن تأثير العلة لا يتوقف على توفر شروط أو انتفاء موانع، أما تأثير الطبيعة فيتوقف على توفر شروط وانتفاء موانع. فمثلا يعني إذا قلنا مثلا كده حركة اليد، حركة الساعة هنا لا في تلازم وليس هناك فيه توفر شروط ولا انتفاء مانع، يبقى كلما على الإطلاق تحركت اليد تحركت الساعة، فحركة الساعة معلولة، حركة اليد علة زي الخاتم في الأصبع، لكن بالنسبة لتأثير الإحراق في النار ده مش هنقول علة ومعلول، ده هنقول طبيعة ومطبوع، لكن هنا يقول لك لا بد من توفر شرط وهو المماسة، يعني وجدت النار ووجد المحروق الورق ولكنه لم تؤثر في إحراق، لأن هناك شرط لم يتوفر وهو أنك لم تضع الكتاب في النار، لم تجعل النار تمس الكتاب، ها؟
يبقى كده هنا متوقف على شرط اللي هو المماس. وبعدين افرض وضعناه في النار ومسته ولم يحترق، لكن عارفين معنى منع من تاثيرها وهو البلل. يعني عاوز يقول لك ليس هذا القول الوجودي مسلم في العله والمعلول، وليس مسلما في الطبيعه والمرفوع، لانه فيه حاجه مهمه لتوفر شروط وانتفاع وانتفاع موارد. فهمت ولا لسه؟ طبيعه موضوع عندهم هم قولين ولا قول الفلاسفه؟ ما هو طبيعيين فلاسفه. لا ده شيء محسوس، ده شيء عقلي، في تلازم عقلي وفي تلازم عقلي احنا بنسميه العادي. لذلك عندك ايه في حاجه ثانيه اللهم صل على رسول الله، اللي هي اتوقف عليها اللي هو معنى كلمه الطبيعه عندهم. الطبيعه لما نيجي نوزنها احنا نقول هي فعيله، وفعيل ده في اللغه سبحان الله يصلح يكون بمعنى فاعل وبمعنى ايه؟ لان الطبيعه عندهم بمعنى فاعل مؤثر، يعني مؤثر في موضوعها، ولكن تاثيرها في موضوعها غير التلازم بتاع العله والمعلوم. في اشياء يقولون بان هذا التاثير طبيعه موضوع، وهذا التاثير عله ومعلوم. والقولان طبعا من يقول بالطبيعه والعله فذاك كفر عند اهل العلم. لكن ممكن ان نقول بالطبيعه ايضا، بس ليس على انها فاعله، على انها ايه؟ مطبوعه. هذا اعتراف بان لها طابع، يعني ممكن نقول هذه طبيعه الاشياء، الطبيعه التي جعل الله، الطبيعه بمعنى مطبوعه، التي زي فطره الله التي فطر الناس، ليش فطره الله؟ ربنا طابع الاشياء كده، يعني لها طابع، لها موجب يعني. بخلاف لو كانت بمعنى طابعه يعني مؤثره وهي خالقه، هي الموجبه، اذا كان ده تأليف للطبيعه، بخلاف القول الايه؟ الاول. احنا ممكن نقول بيه بس على المعنى الايه؟ على المعنى على ان هي ايه؟ هي اثر وليست هي مؤثر. واما دلاله التاخير على ان الايجاد ليس بطريق الطبع فقد لا يسلم. انا افهمه دي عرفت لا يسلم ليه؟ عشان مربوطه بايه؟ بتوفر شروط وانتفاء الموانئ. لما تقرر ان تاثير الطبيعه عند من يقول بها من المبتدعه ليس على طريق اللزوم بكل حال، بل انما يلازمها مطبوعها اذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع. فعلى هذا تاخير العوالم عن الازل لوجود مانع منع منها في الازل. بس هنا عاد شغل عقلي كبير، عاد جهد عقلي، بيقول لك يعني في الأول قلنا ما ينفعش يتأخر وجود العوالم عن الأزل لقدم الإيه؟ العلة. فيجب أن يوجد المعلول في الأزل لتلازمه، ده كان علة ومعلول. لكن على طبيعة يقول لك ما يلزمش، لأنه هيقول لك لم يوجد العالم في الأزل عشان ما توفرش الشر، مش كده؟ متوقف على إيه؟ على وجود شر. لم يوجد الشر في الأزل. وفي حاجه ثانيه، قد يكون في مانع، يعني معناها لو زال المانع كان ممكن يوجد العالم في الازل، او لو توفر الشر. فهنا مساله عقليه مجهله شويه، احاول معاكم بس انت ركز. بل انه يلازمها مطبوعها اذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع. فعلى هذا تاخير العوالم عن الازل لوجود مانع منع منها في الازل وانتفاء شرط هناك. يعني عاوز اقول لك لماذا تاخرت العوالم؟ حاجه من اثنين، يا اما في حاجه منعت في مانع، والمانع ده ازلي، خد بالك، عارف لو كان المانع ازلي هنسلم، يبقى معناها المانع ده لو انتفى يعني زال، مش حاجه ازلي. ولو كان ازليا يجب ان يظل مانعا، هم لا الازل ما يزولش عن وصف الازلي، ابن حاجه ما فيش. وهنشوف الشرط كمان، الشرط ده قديم ولا حادث؟ فلو كان الشرط قديما يبقى معناه ولم يتوفر، يبقى معناه برضه نفس الكلام. طب ولو كان حادثا كيف يؤثر في القديم؟ كيف يكون شرط حادث؟ فالجواب انه لو وجد مانع يمنع من وجود العوالم في الازل
لما انتفى ابدا. الله عز وجل لو وجد مانع يعني كان المانع ازلي يمنع من وجود العوالم في الازل لما انتفى ابدا. وجد في الازل فكيف ينتفي؟ لان ما ثبت قدمه استحال عدمه. يعني اذا كان المانع ثبت انه قديم استحال ان ينعدم. فيلزم الا يوجد شيء من العوالم ابدا. كده مفهوم كده. ولو انتفى شرط وجود العوالم في الازل لما وجد ذلك الشرط ابدا. يعني لو انتفى شرط في الازل لما وجد ذلك الشرط ابدا. فلا يوجد شيء من العوالم ابدا. مفهوم برضه كده حد هنا مفهوم؟ لان وجود ذلك الشرط فيما لا يزال. يعني عاوز يقول لك الشرط ده لم يكن موجودا في الأزل ثم وجد فيما لا يزال. ما هي الفرق بين الأزل وبين ما لا يزال؟ ومن المواقف الأولى الفرق بين الأزل وانتمان المدة تفترضها إلا ويفترض العالم قبلها مدة. يعني مثلا قلت لك آدم حد يقول أبو قبل كده الجن أبو قبل كده العقل مش هيتوقف لان العقل مش هيصل الى الايه؟ الى حاجه اسمها الازل ابدا ابدا. هيقول يفترض مدى المدى المدى الى ما لا نهايه. فما زي مثلا اقول لك انا ايه الحائط ده وراه الشارع. هيقول طب وين ورا الشارع؟ هقول لك شارع ثاني. طب وين ورا الشارع ثاني؟ حائط. طب وين ورا الحائط؟ بحر. ايه اللي ورا البحر؟ نهر. ايه اللي ورا النهر؟ سمع. هل هيتوقف العقل؟ طب ما فين الازل؟ يبقى هنا الفرق ده يعني مش هتصل بعقلك الى حاجه اسمها الازل. برضه هتقعد في الايه؟ لانك محكوم انت اصل وجودك محكوم بزمن. فكيف انت تخرج من المقيد الزمن الى المطلق؟ فده اسمها دي من المسائل اللي بنعرفهم. طب مثلا اسمها ايه؟ مواقف العقول. يبقى الفرق بين ايه؟ بس كده هو دي تعريف. ما تعريف الازل؟ معناه نفي الاوليه، نفي نقطه البدايه. وما هو تعريف ما لا يزال؟ يعني اثبات الاوليه. لما انت هتقول مثلا متى بدا الزمن؟ بدا بخلق اول حادث. يعني لو ان الله تعالى خلق حادث واحد فقط بس هو ولم يقرنه بحال لما وجد الزمن، لان الزمن عباره عن مقارنه حادث لحادث. فلو كان حادث واحد لما في الزمن لازم يكون في حادث ثاني. يعني نقرن شيء بشيء فيخرج من هذه المقارنه معلوم بمعلوم او موهوم بموهوم او معلوم بموهوم او موهوم، هيخرج لانتزاع وجود الزمن. فان الزمن عند المتكلمين امر اعتباري مش حقيقي. يعني نقول كده ايه؟ تعالى كده، متى تطلع الشمس؟ هتقول كده ايه انت محدد ساعة وقت معين لطلوع الشمس؟ تقول كده زيد كده عندما يأتي زيد تطلع الشمس. ده اذا كان معلوم عندك وقت ايه وصول زيد. فتقول ايه متى تطلع الشمس؟ تقول اذا جاء زيد. كنت انت مش عارف ميعاد الشمس بس عارف ميعاد وصول زيد. طيب اذا كنت انت عارف العكس، عارف موعد طلوع الشمس ومش عارف موعد طلوع، متى يجيء زيد؟ تقول اذا طلعت الشمس. يبقى فين الزمن؟ يبقى مقارنه طلوع الشمس بمجيء زيد او مجيء زيد. او تقول كده متى نصلي العصر؟ تقول اذا حضر فلان. طب متى يحضر فلان؟ تقول عندما نصلي العصر. اللي معناها اقتران شيء بشيء. اللي معناها الزمن لا يجري الا على إيه؟ على ما هو حادث، يعني على ما وجد ايه بعد ان لم يكن. ده الزمن. اللي معناها لما اقول كده بدايه الزمن يعني بدايه وجود الحوادث. طب هل بدات الحوادث في زمن؟ هو الزمن لم يكن الا عند وجودها. فكون الحوادث بدات في زمن يعني معناه ايه؟ ان الزمن وجد في زمن اخر.
وهذا يلزم منه أن الزمن الآخر وجد في زمن آخر، ويؤدي هذا إلى قدم الزمن نفسه، أن الزمن نفسه قديم. إذن يبقى إذن الفرق بين الأزل اللي هو نفي الزمن، وبين بداية الزمن ده لأنك لو قلت إنه الأزل، أخذ واحد قال لك كده الأزل معناه قبل الزمن، ما هو كل القبلية دي معناها زمن، يعني كأنك قلت إن الأزل قبل الزمن. طب هقول لك بكم شهر، كم سنة، بكم قرن، يبقى معناها قدرناها بزمن، وهي لا تقدر بزمن. فمسألة لا تستطيع حلها إنس ولا جان، فإذا توقف فيها العقل بس نثبتها، لأنه عدم إثباتها معناها قدم المخلوقات، يعني نؤمن بها بأدية نعتبر من المتشابه. فلا يوجد أيضا شيء من العوالم أبدا، يعني لو انتفى أكل الجملة مع بعض. فالجواب أنه يقول الفاصل هكذا، فالجواب أنه لو وجد مانع يمنع من وجود العوالم في الأزل، مفهوم لي، يعني لو كان في مانع أزل يبقى المانع الأزل ده لا تزول عنه صفة الأزلية، يعني حيبقى مانع مستمر وما ما فيش عنه، لأنه كون المانع ده يزول يبقى معناه مش أزلي، لما انتفى أبدا، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، فيلزم أن لا يوجد شيء من العوالم أبدا، ولو انتفى شرط وجود العوالم في الأزل لما وجد ذلك الشرط أبدا. يعني إذا كان هو مش موجود الشرط ده في الأزل، فكيف يوجد فيما لا يزال؟ فلا يوجد أيضا شيء من العوالم أبدا، لأن وجود ذلك الشرط فيما لا يزال متوقف على انتفاء مانع أزلي أو تسلسل شرائط إلى غير أول. يعني معناها وجود ذلك الشرط متوقف على شرط، والشرط متوقف إلى ما لا أول، وكلاهما محال. فقولنا في أصل العقيدة بتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى، يعني في المتن في الصلب، يتعلق المجرور باللام وهو لتوقف بألم، لا بقولنا يجب لمولانا جل وعز الوجود، لما يلزم عليه أن يكون وجوب الوجود له تبارك وتعالى إنما ثبت له بعد وجود الحوادث. يعني هو وجوب الوجود له تعالى أمر ذاتي لم يستفد من وجود الحوادث. جيدا، كلمة لتوقف الجار ده متعلق بإعلم وليس بيجب، افهم هذه في اللغة كويسة مهمة، لأنه لو كانت متعلق بيجب يبقى معناها هذا الوجوب متوقف على وجود الحوادث، يبقى لو لم توجد الحوادث يبقى لا، معناه لا يجب، يعني هذا هو واجب في ذاته، ولكن فقط هذا الكلام متعلق بالأمر اللي توقف بإعلم، إعلم يعني بعلمك، إعلم أنها متوقفة. نعم. لما يلزم عليه أن يكون وجوب الوجود له تبارك وتعالى إنما ثبت له بعد وجود الحوادث، كيف ووجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى قديم. يعني معناها مش متوقف على وجود العالم، إنما هو فقط علمناه وجاء وحكم به العقل بعد وجود العالم. فالرجل المتعلق الجار هو قوله اعلم، مش الوجود نفسه. قيل وجود الحوادث غير معلل بوجودها. نعم، وجود الحوادث سبب عادة في علمنا بوجود وجوده تعالى، فلذلك وجب تعليق هذا المجرور باللام بقولنا اعلم لا بالمضارع في قولنا يجب. يعني الخلاصة ان الجار اللام للمجرور له له متعلق، المتعلق بتاعه الفعل اعلم وليس الفعل يجب، مش المضارع، متعلق بفعل الامر. فلذلك وجب تعليق هذا المجرور باللام بقولنا اعلم لا بالمضارع في قولنا يجب. لماذا لا يتعلق بقول يجب؟ لانه معناها حيصبح ان وجوب الوجود حكم مستفاد له تعالى من من وجود الحوادث، وهو امر قديم. ايعلم وجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى من اجل معرفتك بتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى، استحالة ترجيح وجودها الجائز على عدمها المساوي له
في القبول والجواز بلا مرجح. أظن المسألة دي فهمتوها تمام موجه. وكذلك يستحيل ترجيح وجود زمانها المخصوص ومكانها المخصوص. يعني كل حادث وجد في زمن مش كده وفي مكان، وكان ممكن يكون في مكان آخر وفي زمن آخر، وكونه خص بهذا دون غيره فهذا لا بد من إيه؟ وكذلك يستحيل ترجيح وجود زمانها المخصوص ومكانها المخصوص وجهتها المخصوصة على ما يقابلها بلا مرجح. وكذلك يستحيل ترجيح مقاديرها المخصوصة وجاب الزمان والمكان والمقدار والصفة، يعني لازم يجلسوا وإن لم يأتي بها كلها قلنا وكذلك يستحيل ترجيح مقاديرها المخصوصة وصفات أجاب المقادير والصفات الأزمنة والأمكنة وباقي ثاني الجهة جاب جهة مرجح جاب جهة وجاب جهة المخصوصة. طيب في حاجة حضور بيت البيت ده مهم إيه عارفينه؟ من المقابلات وجودنا على عدم الصفات. أزمنة أمكنة لهذا المقادير وروى الثقة. البيت ده مهم دور. الممكنات المتقابلات كده شطرة مش كده؟ وجودنا وعدم الصفات. أزمنة أمكنة لجهات. وكذلك يستحيل ترجيح مقاديرها المخصوصة وصفاتها المخصوصة إن كانت أجراما على ما يقابلها من غير مرجح. على ما يقابله يعني هذا الجرم أصغر أو أكبر، كل جرم يقابله مفيش حاجة لا بد يكون له مقابل. وإنما توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجبا لا على مطلق وجوده، وإن كان جائزاً لأن تقدير جواز الوجود له يستلزم استحالة الوجود له. جميلة دي أقول لك إنما توقف عمله توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجباً مش على مطلق وجوده، معناها توقف وجود الحوادث على كون وجود الفاعل واجب، على كونه واجب مش على كونه موجود وخلاص مطلق، لأنه لو كان جائزا لا حيدخل في ايه؟ في جملة الحوادث المتوقف عليه فيدور الأمر أو يتسلسل. وإنما توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجبا لا على مطلق وجوده، وإن كان جائزا لأن تقدير جواز الوجود له يستلزم استحالة الوجود له. يعني معناها لو قدرنا وجوده جائزا للازم استحالة وجوده، ليه؟ شأنه في شأن ذلك جميع المحدثات التي يتوقف وجودها على غيره على ما يأتي في برهان القدم، فتعين أن يكون وجودها موقوفا على كون وجود فاعلها واجبا لا جائزا. كده تمام كده نقف عند ودليله دليل الحدوث، ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر إلى المخصص. والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا اللهم اقض حاجاتنا استجب دعاءنا بلغنا مما يرضيك امالنا وفقنا لما تحبه وترضاه يا سميع يا قريب يا مجيب صلى الله عليه وسلم. اذا خلاص انتهى.